اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن منذ قليل انتهى اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. الاجتماع عقد بخاصيه الفيديو كونفرنس، كان المفروض هيعقد الساعه 2 بعد الظهر في مقر النادي في الجزيره، لكن ارتباط الكابتن الخطيب وبعض اعضاء المجلس بتشييع جنازه الفقيد المستشار احمد البكري رئيس نادي الزمالك نقل الاجتماع الى فتره ما بعد الظهر وفي مقر الاهلي او فرع النادي في الشيخ زايد. فانتهى الاجتماع منذ قليل بعدد من القرارات. يمكن في بدايتها عبر المجلس عن بالغ تعزيه الى نادي الزمالك الشقيق في وفاه المستشار احمد البكري رئيس النادي، وتمنى له النادي الاهلي، تمنى لنادي الزمالك كل الاستقرار، ووجه التعازي الى مجلس اداره الزمالك واعضائه وجماهيره. كما وافق المجلس على التجديد لكافه المديرين مع تكليف العميد احمد النحاس بمنصب مدير فرع النادي في مدينه نصر، وتقرر تكليف محمد الالفي مدير الخدمات في مقر النادي بالجزيره بالاشراف على الخدمات وكافه المنافذ ايضا بفروع النادي المختلفه، وقرر مجلس ترقيه الاستاذ اشرف عمر محمد الى منصب نائب مدير اداره التسويق على ان يعاد التقييم خلال 3 أشهر. وافق المجلس ايضا على عمل الكابتن طارق محروس المدير الفني لفريق كره اليد للرجال محللا في كاس العالم لكره اليد اللي هتحتضنها مصر ان شاء الله الشهر المقبل من 13 إلى 31 يناير. ونشد المجلس خلال الاجتماع جميع الأعضاء والفرق الرياضية المختلفة بالنادي ضرورة العمل بالشروط الاحترازية وبالتباعد الاجتماعي واتخاذ كل تدابير السلامة في مواجهة جائحة كورونا، وطلب المجلس أيضا بالمزيد من التنسيق بين الإدارة التنفيذية والأجهزة الرياضية المختلفة مع اللجنة الطبية في النادي للتشديد على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس، اللي بالمناسبة الاتحاد الدولي لكرة القدم نتيجة لهذه الجائحة قرر هذا العام أو هذه المرة إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب وللناشئين. بركاتك يا شيخ ربيع. شيخ ربيع ياسين منتخب مصر للشباب اللي فشل في التأهل نتيجة جائحة كورونا أيضا، وأصيب الكابتن ربيع ياسين واضطر إلى تقديم استقالته، فإذا ببطولة العالم نفسها تتلغي مش بطولة أفريقيا اللي كان المفروض نتأهل لها. يعني تعويض مهم، لأن الجيل ده كله كان هيقعد يقول لك ندمان. يعني أصبحت بطولة يعني مجرد رقم يعني. فألغيت البطولة كلها، ربنا يشفي الكابتن ربيع ياسين وكل الرياضيين ويحفظ مصر يا رب إن شاء الله.